صباح الهنا معاكي وسامعينك، يعني اتفضلي. صباح عليك يا نهاوند، وصباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة، جولة نهاية الأسبوع وعشر الصبح في الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هيكون معانا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى، وأكيد البداية مع الفريق الأول لكرة القدم اللي خلاص قرر إن هو يعني يغلق صفحة نادي سموحة والتعادل سلبيا مساء أمس أكيد في الجولة السابعة من بطولة الدوري، وخلاص بقى بيستعد إن شاء الله ل المواجهه او المواجهات الافريقيه. واكيد يعني قرر مستر مارسيل كولر ان هو يعطي كل اللاعبين اجازه سلبيه النهارده على ان يستأنف المران ان شاء الله غدا في تمام الساعه 10 صباحا على ملعب مختار التتش، وبعد كده بقى هيكون السفر في تمام الساعه 3 عصرا الى تنزانيا. وزي ما احنا عارفين اكيد بيترأس البعثه محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد طبعا يعني بعد الوصول هيكون في مواجهه هامه جدا ان شاء الله يوم السبت المقبل امام يانج افريكانز بطل تنزانيا في دار السلام. ده بياتي في اطار مواجهات الجوله الثانيه من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله بنتمنى كل التوفيق. زي ما احنا عارفين طبعا إن كان فاز النادي الأهلي خلال الجولة الماضية، ودي هتكون الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. إن شاء الله هتقام مباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة 6 مساء. نروح بقى لرجال يد الأهلي، وزي ما انتوا قلتوا يعني ونوهتوا أكيد بضم صوتي لصوتكم وببارك لرجال يد الأهلي بعد الفوز على الزمالك مساء أمس طبعا في نهاية أو الجولة الختامية من الدور التمهيدي لدوري المحترفين. قدر نادي الزمالك أكيد أنه هو يفوز بنتيجة 25-24، وفاز طبعا يعني أو دايما الفوز على نادي الزمالك بيبقى ليه مذاق آخر وطعم آخر حتى لو بفرق سكور مش كبير، ولكن أكيد كان الفوز على نادي الزمالك أكيد خطوة هامة جدا خاصة للمرحلة المقبلة، لأن أكيد المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة جدا سواء على مستوى كأس مصر أو أيضا على مستوى كأس السوبر المصري، لأن الحقيقة رجال ياد الأهلي عندهم مواجهات هامة جدا خلال الفترة المقبلة، وأولها إن شاء الله بدون راحة هيكون يوم 1 ديسمبر المقبل، هتكون طبعا يعني مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي في إطار دور ال 16 من بطولة كأس مصر. إن شاء الله هتقام هذه المباراة في تمام الساعة 8 مساء يوم 1 ديسمبر المقبل، وهتكون على يعني صالة القوات المسلحة بسموحة. وبعد كده بقى يعني يمكن هيتجه بعثة النادي الأهلي أو رجال ياد الأهلي إن شاء الله إلى الإمارات يوم 7 من ديسمبر المقبل علشان بقى مواجهة الزمالك مرة أخرى في إطار منافسات أو يعني على المنافسة على كأس السوبر المصري. إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لرجال ياد الأهلي في مهمتهم المقبلة سواء أمام البنك الأهلي في بطولة كأس مصر أو أيضا أمام يعني نادي الزمالك على السوبر المصري اللي هتقام إن شاء الله يوم 9 من ديسمبر المقبل. وزي ما احنا عارفين بالنسبة بقى لسيدات ياد الأهلي فهم لسه مستمرين في التوقف الدولي، وهيعود مرة أخرى يوم 22 من ديسمبر إن شاء الله المقبل للمواجهات المحلية ومواجهات الدوري تحديدا. خلينا بقى نروح لطائرة الأهلي، والحقيقة زي ما احنا برضو تابعنا امبارح كان في مباراة هامة جدا للنادي الأهلي ورجال طائرة الأهلي أمام نادي الشمس، واللي قدروا إن هم يتغلبوا فيها على نادي الشمس بنتيجة 3-0. الثلاث أشواط قدروا إن هم يعني يحسموهم لصالحهم، سواء الشوط الأول اللي انتهى بنتيجة 25-11 أو الشوط الثاني نتيجة 25-19، واخيرا كان الشوط الثالث بنتيجه 25-23. يعني عايزه اقول لكل مشاهدينا طبعا ان يمكن رجال طائره الاهلي ماشيين بخطه ثابته، كانت ضربه البدايه في منافسات الدوري، ويمكن امبارح دي كانت الجوله الرابعه للمجموعه الثانيه. الحقيقه ان منذ ضربه البدايه امام نادي المقاولين وان رجال طائره الاهلي بيأدوا اداء كبير جدا، فازوا الحقيقه على المقاولين وبعد كده فازوا على بتروجيت ثم الترسانة وامس على الشمس، والمواجهه بقى في الجوله الخامسه هتكون امام نادي دلفي. بنتمنى لرجال طايره الاهلي كل التوفيق، وزي ما احنا عارفين برضو ان يمكن سيدات طايره الاهلي بيتصدروا المجموعه الخاصه بيهم بعد الفوز على نادي الصيد، وبرضو ماشيين بخطه ثابته وبتصدروا جدول المجموعه طبعا في الدوري. اخيرا بقى بالنسبه سواء للسله رجال او سيدات، يمكن زي ما احنا عارفين ان السله رجال اكيد بيستأنفوا تدريباتهم استعدادا لنهائي دوري المرتبط اللي هيقام ان شاء الله يوم 6 ويوم 8 من ديسمبر المقبل. ده طبعا
هيكون امام نادي سموحه في فاينل دوري المرتبط، وان شاء الله يعني يكون سواء فرق المرتبط او الفريق الاول للسله رجال يأدوا اداء كبير ويقدروا ان هم يحسموا البطوله لصالحهم ان شاء الله. هتقام طبعا المباراتين على صاله دكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر، وبعد كده بقى يمكن خلاص هيستعدوا ل او هيعودوا مره ثانيه للمواجهات بقى المتبقيه من البطولات المتبقيه امامهم ان شاء الله. اما بقى بالنسبه لسيدات سله الاهلي برضو يعني يمكن بيستأنفوا تدريباتهم استعدادا للبطولات المقبله ان شاء الله، سواء الدوري السوبر او كمان كاس مصر. دي كانت كل الاخبار اللي معانا النهارده، سواء المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى. بشكركم جدا، الكلمه ليكم مره اخرى. واحنا كمان نشكرك من جانبنا زميلتنا العزيزه جدا على هذه التغطيه مريم سميح.